أنا اسمي دكتورة منال حليم وهبة، أنا أستاذ الأشعة في جامعة القاهرة القصر العيني، وكنت بتكلم النهاردة في مؤتمر بارس في اسكندرية عن أمراض المبايض عند السيدات والأنسات كمان. والحقيقة أن أنا عايزة أحب أطمن الستات كلها أنه مش كل أمراض المبايض أمراض خبيثة، في كتير جدا منها أمراض حميدة، في كتير منها مجرد أكياس، والأكياس دي بتبقى وظيفية، عادي جدا أن الستات تجيلها الأكياس الوظيفية الحميدة دي طول ما هي بتجيلها الدورة وفي سن ما وجود الدورة. وبكل بساطة لو الست حست ان في لخبطه في دورتها، حست في ديسكومفورت يعني تعب او تقل في الحوض من تحت، تستشير الطبيب الاول طبعا. وابسط حاجه تقدر تعملها في الاول خالص ان هو يتعمل موجات صوتيه على الحوض، وده ممكن يتعمل بطريقتين، يا اما من فوق بتشرب ميه فيها كتير، او من داخلي موجات صوتيه داخليه عن طريق المهبل. وكتير منهم جدا بتكتشف انها مجرد اكياس وظيفيه بتروح لوحدها بعد في الدوره اللي جايه او في السايكل اللي بعدها. اما لو احتاجت طبعا الدكتور اشار عليها بانها تعمل فيردر انفستيجيشن، تعمل معامل او حاجه تانية، مفيش مشكله. لكن انا احب اطمنهم ان مش كل امراض المبيض امراض وحشه، ولا الاكياس اكياس وحشه، كتير منها حميدي وظيفي. شكرا لكم، البركه والصحه لكم، سلام.